مراجعة ستيب اهيد للصف الرابع الابتدائي عن مقرر اكتوبر. يلا بينا نبدأ هنا ريفيجن اون يونت 1، مراجعة على الوحدة الأولى. potatoes and ايه are vegetables. ايه هو اللي بيكون خضار مع البطاطس من الأربع أصناف دول؟ هنلاقي عندنا هنا الأنيونز البصل. Egyptian farmers المزارعين المصريين raise بيربوا ايه؟ طبعا لازم يكون يا إما طيور يا إما حيوانات. مش هينفع نختار محاصيل فهنختار chickens بيربوا دجاج. Egyptian farmers تاني مرة برضو بيقولك grow، هنا بقى بيزرعوا يبقى grow، يبقى ندور على المحصول. المحصول الوحيد اللي ينفع هنا كنبات هو الرايس الأرز. We eat احنا بناكل in the morning، طبعا عندنا الوجبات بتاعتنا breakfast و lunch و dinner، هنختار منهم البريكفاست الفطار هو ده اللي بنفطر بيه الصبح. We get ايه from chickens، اللي بنحصل عليه من الدجاج هنا eggs. A palace القصر is where an emperor حيث يعيش الامبراطور، فين هنا فعل يعيش lives. بعدين هنا بيقول لي in a competition في المسابقة someone tries في حد بيحاول انه يفوز، فين فعل يفوز هنا win. We water the ايه and give it sun to grow، احنا بنسقي ايه وبعدين بنديله الشمس علشان ينمو، يبقى we water the seed البذرة. Damietta is a in Egypt، دي محافظة اسمها governorate. The farmers can rice, tomatoes and potatoes، يا اما plant يا اما grow، عندنا grow هنا يزرع اللي بتيجي مع المحاصيل، يا grow يا plant. اما الحيوانات والطيور يا تاخد يا raise يا keep. بيقول لي fishermen ولا farmers gardeners teachers catch thousands of fish in the sea، مين اللي بيعمل القصة دي؟ اكيد الصيادين هم اللي بيصطادوا السمك. About one and a half million people، حوالي مليون ونص شخص in Damietta بيعيشوا في دمياط، يبقى فعل live يعيش. Teachers farmers fishermen gardeners raise cows بيربوا أبقار goats ماعز and sheep والخراف، دول أكيد المزارعين اللي هم الفارمرز. Nada love fruits and vegetables، هي بتحب الخضار والفاكهة، she is تبقى أكيد دي healthy صحية. We chickens in Egypt قلنا we raise احنا بنربي فراخ. The land along the Nile is in soil it produces good food، يبقى مادام هي جنب النيل وبتنتج طعام كويس يبقى rich تربة غنية. The most important man in China، أهم راجل في الصين من هو؟ Was the gardener ولا الفارمر ولا الفيشرمان ولا الإمبراطور الإمبرور؟ يبقى أكيد الإمبراطور. وبعدين بيقول لك he was like a king، يعني هو زيه زي الملك كده. Egyptian farmers grow، بيزرعوا ايه؟ ايه المحصول اللي ينفع يتزرع هنا؟ بيزرعوا eggs؟ لا طبعا، تبقى watermelons. The land near the Nile is rich in، غنية بايه؟ غنية بالسمك ولا بالنيوترينس العناصر الغذائية؟ About one and a half million ايه live in Damietta، اكيد اشخاص يعني، يبقى people مليون ونص شخص. دي كانت رقم واحد في المراجعة.